مرحبا للكل مشاهدين، اليوم معكم نتالي. بدكم حلقه لبسله شارليت والحواجب. نو انا عندي حواجب مش كتير مبينين مثل شعر اللي تبع العرب ليدي وومن ست. عندي كتير خفيف حواجب، بس لتمارين فيس فيتنس للوجه للرقبة للكتاف للعيون للخدود، يعني كلهم تمارين ساعدني ليكون حواجب شوي أرطب وشعر أطول. كيف بدنا نعمل؟ قال شو سبب؟ خلينا نحكي على السبب. مشان بس نعمل تمارين للوجه، نعمل مساج، نستعمل أورجانيك الماسكات والأورجانيك الكريمات للوجه، أكيد بغزل بس الشعر تبع الحواجب. دام عم بيمشي مزبوط، ما في تشنج بالعضلات العيون، ردود رعبة، أهم شيء الرعب والجبين. كل هذا الكومبلكس بغزل بس الشعر تبع الحواجب على الوجه. ساعتها بنعمل هذا التمارين والمساج. فيكن تعملن كل يوم صبح وعشية. فينا نستعمل بالوقت هذه التمارين الكوكونات اويل، ألموند اويل، أو حتى زيت زيتون. نعمل أول شي مساج ليريح كل عضلات الوجه. ننحط إيدينا على الوجه تقريبا نص دقيقة، وهلا بدنا نبلش نشد بالوجه ايدينا 5 مرات. انتبهن بالوقت هدول التمارين، نازلوا كتافكن ما تقاليهن لفوق، يعني هيك مش مزبوط، نازلين لتحت ونرجع نعمل 5. عينيكم مسكرين كتير منيح. هلا نعمل مساج لرابع من ورا. فيكن تشتغلن بسرعة. تاني ميل و التاني مع بعض. نعمل مساج لدينينا لفو 10 مرات. ما تشدون كتير و نرجع من تحت لفو لدينينا كلنا سوا. خلصنا. ننحط ايدينا حد على جنب حد عينينا، نعلن لفو ومنتركها. نرجع ما تشدون كتير، لفو نتركها 5 ماكسيموم 10. خلصنا. نعمل هلا مساج اكوبونكتور تحت الحواجب. 1 2 3. هذا المساج بنعمل على القدمة اللي فوق العيون. 1 2 3. يعني هلا عربنا على الحواجب وبنشتغل كرميل يمشي الدم مزبوط. إذا حدا بيورم لفوق العيون بتعب بس الشعر تبع الحواجب. اذا في تجاعيد بين حواجب لفوق حواجب على الجبين وخد كمان بتعب بس الشعر حواجب. ساعتها هذا التمارين كرميل حواجب وبالنفس الوقت بسيت للعضلات الوجه. نرجع نعمل اكوبونكتور، نعمل تقريبا 5 مرات من جوا لبرا، ما تشدن كتير. خلصنا. هلا اكوبونكتور فوق حواجب. 1 2 3 4. 1 2 3 4. اخر مره 1 2 3 4. وبنعمل دغري
عليك واجب اكوبونكتور، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعمل مساج، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، خلصنا. هلا نكمش الأدل، الجبين، ومننشد ليدام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خواجبنا كأنه بين إيدينا. نرجع نعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعد مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما تشدون كثير، ننشد شوي، وآخر مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة، وآخر مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة. ننحط عصبة بالنص من جوا ومنعمل دريناج المساج دغري على الحواجب خمس مرات. والتاني ميل فيكس خمس مرات من جوا لبرا دغري مساج على الحواجب، بعد مرتين ما تشدون كتير، وبإيدتين خلصنا. بعد هذا التمارين، بس نخلص هذا التمارين والمساج، فيكن تحطون ماسك، ماسك اللي بتستعمله للوجه. دايما الماسك حطوا على الوجه، كتروا الماسك على حواجبكم. اي الماسك ممكن استعمل، انا مثلا بعمل اوقات الماسكات بالبيت، افوكادو، زيت زيتون، العسل، وممكن تحط شوية كركم، بيخلطوا مع بعض، بتحطهم ممكن اكيد على الوجه وبالنفس الوقت على الحواجب، كتر على الحواجب. هذا الماسك فيكم تستعمله مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع. في كمان كاستور اويل خصوص للرموش وللحواجب، هذا الاويل، هذا الزيت لازم نستعمل كل يوم، بتحطه على الريشه النظيفه تبع يمكن ماسكارا فينا نستعمل، بس اكيد لازم يكون نظيفه، وبتحطهم بالريشه بالوقت انتم عم تحطهم بالريشه كمان هذا المساج. أو فيكم تستعملون تبع السنين، فرشاية تبع السنين جديدة، كمان بتحطون فرشاية وبتعملون مساج، بس ما تشدون كثير، يعني كأنه المشط وبالنفس الوقت المساج. هيدا التمارين مثل ما قلت لكم بتعملون مرتين الصبح وعشية، بتستعملون ماسك بالوقت تمارين الأويل للزيت، وبلاقيكم بعد شهر بياخد الوقت بلاقيكم حواجبكم كتير حلوين. شكرا كتير، معكم كانت ناتالي.